غزة، ولكن نذهب الآن لمتابعة هذه الجولة اليومية وأبرز ما تناوله الإعلام الإسرائيلي مع ضيفنا من الناصرة الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية سيد محمد زيدان. أهلا بك معنا سيد زيدان. أبدأ معك بما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن نتنياهو يرغب باستغلال الموضوع الإيراني من أجل تهميش موضوع الحرب على قطاع غزة، كيف تابعت هذا الأمر؟ يعني لا شك أن الإعلام الإسرائيلي يسلط أو سلط الضوء اليوم بعد الضربة في إيران على هذا الجانب المتعلق بموقف نتنياهو بالعلاقة مع إيران. بنيامين نتنياهو لديه تاريخ حافل تباهى به على مدار السنوات الماضية بأنه هو من يمنع إيران من تطوير السلاح النووي، هو من استطاع أن يفشل اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران في الموضوع النووي، هو من استطاع الحصول على الأرشيفات والكثير من العمليات التي تباهى بها. الآن بعد الضربة الإيرانية أو الرد الإيراني على الاستهداف للقنصلية في لبنان، كان هناك توجهات واضحة في سياسة بنيامين نتنياهو، والتي ظهرت يعني في تعامل وزارة الخارجية والسفراء الإسرائيليين الذين حاولوا تجنيد الرأي العام العالمي والحكومات الغربية في محاولة لاستثمار التضامن الدولي الذي جاء بعد الضربة الإيرانية من أجل يعني تغيير جدول الأعمال والتركيز على إسرائيل كضحية لإيران وليس كمعتدي أو محاولة تعديل على الأقل صورة إسرائيل التي برزت في الحرب على غزة. اليوم كان هناك أكثر من وسيلة إعلام تحدثت على أن نتنياهو وكأنه يريد استبدال عدم رده أو رده المتواضع في على إيران من أجل إطلاق يد نتنياهو والجيش الإسرائيلي في رفح، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على ما أرادت من ناحية الرد الإسرائيلي على إيران، رد متواضع محدود يضمن عدم توسع الجبهة والقتال أيضا مع إيران، مقابل صمت الولايات المتحدة الأمريكية على عملية عسكرية واسعة في رفح. وما نشهد يعني من غارات إسرائيلية على رفح هي أيضا مؤشر على السياسة التي يريد نتنياهو أن يثبتها، بمعنى سيطرة إسرائيلية أمنية، تستطيع إسرائيل في أي لحظة القيام بعمليات أمنية في أي مدينة في غزة بضمن ذلك رفح، وقد تكون مؤشر إلى تسخين الجنوب، جنوب غزة، جنوب القطاع من أجل التحضير لرأي عام يمكن أن يدعم هذه العملية بشكل واسع، خاصة وأنه المفاوضات في موضوع الهدنة والتبادل يعني توقفت، والمؤشرات تقول بأنه يعني تجددها لن يكون في الوقت القريب. طيب سيد زيدان، تبعنا الهجوم على إيران، إسرائيل لم تعلن صراحة أنها هي من استهدفت أصفهان في إيران بالمسيرات أو حتى صواريخ، لم يكن هناك مجموعة كبيرة من التفاصيل التي يمكن ذكرها عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولكن بن غفير وزير الأمن القومي المتطرف ذكر وقال إنه الرد بمثابة مسخرة. يعني هل يمكن فهم هذه التصريحات، وهل من دلالات على تصاعد خلافات داخلية ونتائج عكسية لما رغبت به الحكومة الإسرائيلية بعد هذا الاستهداف؟ يعني عزيزي، الردود الفعل الداخلية في إسرائيل هي ما فضحت هذه الخلافات ووضعتها على الطاولة. بن غفير يعني منصة إكس أو تويتر سابقا أصبحت هي المنصة التي تبادل بها الائتلاف والمعارضة الاتهامات. بن غفير كتب مسخرة وقال بما معناه مؤشر على أن الضربة لم تكن بالمستوى المطلوب وأنها ضربة ضعيفة ولا تتلائم مع الضربة الإيرانية السابقة. نتنياهو مساء نشر تغريدة أخرى، صورة له يجلس أمام في مكتبه وأمامه خريطة تم تغطيتها وكأنه لحظة إعطاء الأمر أو إصدار الأمر للعملية في إيران.
المعارضة الإسرائيلية أيضا على منصة إكس كتبت بأنه الضرر الذي يتسبب به بن غفير ونتنياهو لصورة إسرائيل في العالم هو شيء تاريخي لم يحصل منذ قيام دولة إسرائيل، وكأنه هذه التجاذبات السياسية حول تقييم إسرائيل وتقييم أطراف المعارضة والائتلاف للضربة في إيران أصبحت هي أيضا في سلم الخلاف ما بين الائتلاف والمعارضة، وتضاف إلى القضايا الخلافية الأخرى المتأججة من قبل حتى 7 أكتوبر، والتي تزداد أيضا مع تهديد أهداف الحرب والآن تطورات الحرب في رفح وغير ذلك. طيب، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تقرران فرض عقوبات على مستوطنين بسبب عنف في الضفة الغربية، كيف تناول الإعلام الإسرائيلي هذه القضية؟ في إسرائيل يعني كان هذا واحد من المواضيع الخشية في إسرائيل أن يكون ذلك بداية أو تشريع لفكرة العقوبات، على الرغم من أنه الجميع يتحدث أيضا في الإعلام العبري على أنها عقوبات يعني لا تخيف أو لا تؤثر على الواقع، الحديث عن فرض عقوبات على 4 أشخاص مستوطنين متطرفين مع أسماء معروفة يعني ناشطين بين مجموعات المتطرفة في الضفة الغربية، وبعضهم حتى شارك بشكل شخصي في اعتداءات على فلسطينيين، وجمعيتين اللي قاموا بجمع تبرعات لمساعدة المستوطنين 3 الذي فرض عليهم تقييدات في شباط الماضي. هذه التقييدات يعني لا تحظى بالاهتمام الجدي لأن هناك تقديرات على أنه هي محدودة التأثير، وأيضا أنه في المجتمع الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي حركة الاستيطان هي أكبر من مجموع أفرادها، الحديث هنا ليس فقط عن أشخاص متطرفين وإنما الحديث عن حركة تحظى بتمثيل داخل الحكومة داخل الوزارات المهمة، تحظى بدعم من الجيش، رأينا قبل أيام كيف تتم الاعتداءات بحضور الجيش وبحمايته للمستوطنين، ولذلك يعني التقييدات التي تفرض هنا وهناك تهم الإعلام ولكن على مستوى الشارع وحتى على مستوى المستوطنين، فأحدهم قال اليوم يعني بالنسبة لي يشرفني أن أكون في هذه القائمة، قائمة الشرف كما سماها، وهو يعرف بأنه لديه دعم من الحكومة والوزارات ولديه دعم من الشارع الإسرائيلي. محمد زيدان الباحث في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا من الناصرة، شكرا جزيلا لك.